هناك مع بقية أهالي الشهداء ما استفدناش أي حاجة. رئيس مجلس الإدارة هجم بطريقة عنيفة من أهالي شهداء كتير. أنا عن نفسي أنا وأهلي شايفين إن هم مقصرين في حاجات كتير، يعني كان ممكن يمنعوا الألتراس إن هم يروحوا من الأول زي ما عملوا قبل كده في الماتش اللي فات بين برضو الأهلي والبورسعيدي، تمام. برضو مصري والأهلي ولغوه، لكن المرة دي في حاجة غلط. تمام. حاولوا إن هم يهدوا أهالي الشهداء، لكن زي ما تقول أهالي الشهداء استفزوا منهم، تمام. استفزوهم أكتر. ناس انهارت واللي أغمى عليه واللي صوت واللي عيط، حصلت مشادات كتير، حتى يعني هو المفروض كان يبقى منظم، لكن هما ما قدروش يسيطروا حتى على أهالي الشهداء، ما قدروش. بقى خلاص كله في بعضه، كله زحمة، كله بيقوم يتكلم في المايك، اللي عنده كلمة بيقولها وبيحبن. هم عايزين يطلعوا، يعني هم بيفكروا أكتر ماديا، هنجيب حقهم مش هنجيب حقهم. في ناس غلابة، أهالي الشهداء احنا كلنا غلابة، بس في ناس ممكن التعويض المادي ينفعهم. عمرة عملوا لهم نصب تذكاري في النادي، بس دي حاجة مش هترجع حقهم برضه. يعني أنا شايفة إن دي حاجة مش هترجع حقهم. خالص خالص. وعايزين وجايبين 3 مستشارين عشان يرفعوا قضية. طب قضية ضد مين؟ هم عرفوا مين اللي عمل كده عشان يرفعوا قضية؟ والسؤال ده اتسأل كتير جوه ومحدش رد. محدش رد. الأستاذ حسن حمدي اتسأل السؤال ده، طب أنت هترفع قضية على مين؟ ما ردش. عامة أنا شايفة إن مفيش حد موجوع ولا هيحس بآلام أهالي الشهداء غير أهالي الشهداء. عندك حق 100%، 100% يا آية، كلامك آية، والله كلامك آية. إحنا وأنا قلت في بداية برنامجي، قلت إحنا بنتكلم في الهوا، لكن وموجوعين، موجوعين لكن مش زيكم، عمرنا ولا شعرة في أهالي عشان الشهداء. كده يا أستاذ، عشان كده محدش هيجيب حق أهالي الشهداء غير أهالي الشهداء. لا، واحنا معاكم، والله معاكم، والله معاكم مسابقينكم، احنا معاكم مسابقينكم، والله معاكم مسابقينكم. انا عايزه اقول حاجه اخيره بس، قبل ما حضرتك، قبل ما يحصل اي حاجه. انا والدي عامل ان شاء الله ندوه بكره في الساعه 6 في نادي 6 اكتوبر لجميع اهالي الشهداء بدون اي مصلحه. وسائل الإعلام مدعوة علشان الكلام يخرج للناس ويعرفوا إن إحنا هنتحرك وهنعمل وهنجيب حقهم تلت ومتلت، يا من رب أصغر يا واحد رب لأكبر يا رب. واحد فيك يا مصر. هنعمل قصاص، نعرف بس مين المسؤول. برافو عليك، وإحنا معاكم، وإحنا للقصاص للقصاص للقصاص. شكرا آية، بقاء لله.